انا بنزل فيديوهات كتير لمسافات بعيدة، يعني كل شهر بنزل للشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. وانتوا بتشوفوا الفيديو النهاردة مثلا، ده هتشوفوه النهاردة. طب الفيديوهات اللي اتحملت بعد كده لو عايز تشوفها قبل ما اي حد يشوفها لازم هتشترك في القناة عشان تقدر تشوف فيديوهات لمدة اللي بعد كده. يعني انا بنزل حوالي تقريبا اقل شوية يزيد شوية 50 فيديو في الاسبوع، فانت في خلال الاسبوع ده هتقدر تشوفهم لو اشتركت في القناة. لو ما اشتركتش في القناة مش هتشوف الا الفيديو اللي بينزل النهاردة، بينزل بكرة هتشوفه بكرة، بينزل بعد تشوفه بعده. لكن انت النهاردة عايز تشوف الفيديو اللي هينزل بعد شهر هتقدر تشوفه لو اشتركت في القناة، اللي هينزل بعد شهر انت بس اللي هتشوفه، محدش تاني هيشوفه غيرك. لو ما اشتركتش هتشوف الفيديو اللي بينزل في الحلو التو. ولكم بيانفيني يا سلام بيكم. طيارة جديدة، ماركة حلوة، ماركة حلوة قوي، شنطة جميلة خفيفة تقدر تاخدها معاك في أي حتة. بيجي معاها 3 بطاريات، بطارية والبطارية فيها حساس، كل بطارية فيها حساس، بطارية 2 وفيها حساس، والبطارية التالتة اهي بتتشحن زي سامسونج. اوكي زي سامسونج بالظبط، الشاحن اهو زي سامسونج وفيها كتالوج وعيش والحدوتياها يعني. اوكي ريموت كنترول صغير حلو. عايز اسألكوا دي كام سنة؟ 14 سنة، ابتداء من 14 سنة. اوكي ابتداء من 14 سنة. الحجارة بتخش كده، هي فيها كمية حساسات كتيرة قوي، يعني كمية حساسات غير عادية، يعني حساس هنا وحساس الناحية التانية والحساس ده والحساس ده، ففيها حساسات كتير كده. ولعت كده اشتغل طبعا، الأحمر لورا والأزرق قدام زي ما اتفقنا، أغلبية الطيارات الحديثة أحمر ورا وأبيض أزرق أصفر قدام زي السيارات بالظبط، زي السيارات بالظبط. اوكي 3 سرعات هنا، عايز حجارة. اوكي دي خطوط حجارات صغيرين، مهم انك تتأكد ان ده بيتقفل كويس. خلاص كده اتعرف على الطيارة، ضال دوسة واحدة هتطلعها، يعني دوسة واحدة هنا طلعت. اوكي سرعة 1 2 3، ابتدي بسرعة 1 طبعا. اوكي
شكرا.